يلا يا فتحي عشان تاكل لقمه. ومين لي نفسي بس ياكل بعد اللي حصل ده؟ لا يا اخويا ما ينفعش كده، انت نزفت كتير ولازم تتقوى عشان تقدر تقف على رجليك. مش قادر، مش عايز اكل ولا اشرب لغايه ما ارجع كارما والحقها. هتلحقها يا اخويا، بس ما تقدر تصلب طولك. يلا يا فتحي يلا، والنبي ما تكسفني. قلت لك مش قادر، انا لولا الشديد القوي ما كنتش غفلت ولا نمت لغايه ما اعرف اوصل لكارما والحقها. عشان تقدر تساعد حد يا اخويا لازم تساعد نفسك انت الاول وتقف على رجليك بدل ما تضيع انت وهو. يلا يا فتحي يلا ناكل لقمه وبعدين نشوف هتعمل ايه. يا فتحي بطل عندي مع نفسك يا اخويا، يلا يلا والنبي ما انت كسفني، يلا ناكل لقمه. يلا يلا. لك بقى بسله عشان عارفه انك طول عمرك بتحبها، وشويه رز بالشعريه بالسمنه البلدي هتاكل صوابعك وراها. تعال. هتاكل رز بس، خدي من ايدي. انا باكل بايدي، خليكي في نفسك. انت دايما كده كسفني. طب عشان خاطري افتح بقك. عشان خاطري افتح بقك. يا راجل في ايه؟ اوعى تكوني فاكره ان انا جاي هنا عشان خاطر تتسهوكي عليا. ملعون قوي الظروف اللي رميتك في سكتي وخلتنا تحوج لعلمة زيك قليلة القصد. اوعي تكوني فاكرة يا بت ان اللي حصل لكارما ده هيخلي اي واحدة في الدنيا تاخد مكانها في قلبي، ده بعينك وعين اللي خلفوكي. عشان كده شغل النحناحة ورمي الجدد ده ما بياكلش معايا، وانا فهمتك زمان بس انتي ما بتفهميش. عشان كده كلها الليل وهيجي تربو وهغور من وشك وخليكي عارفه اللي في دماغك ده لا يمكن يحصل حتى لو كنت اخر واحده في الدنيا. انت فاهمه؟ انا كل ركن في البيت ده عملته بمزاج. عشان ايه؟ عشان انا وانت نعيش فيه بسلام وامان. فوق بقى ابو سرجلك.